كمية كبيرة جدا بيشهدها العالم العربي من برامج اكتشاف المواهب. وفي السنين الأخيرة شفنا ستار أكاديمي، ذا فويس، إكس فاكتور، عرب جوت تالنت، وعرب أيدل. ده الفن في لبنان وستار ميكر في مصر. لكن يا ترى لفين وصل نجوم البرامج دي؟ هنبدأ بالأنجح، وده لأنها كمان كانت بداية النوعية دي من البرامج في العالم العربي. هنبدأ من بيروت وبالتحديد مع المخرج الكبير سيمون أسمر اللي قدم برنامج اكتشاف المواهب ستوديو الفن واللي اكتشف عدد كبير من نجوم لبنان. يكفي إننا نقول إنه قيمة بحجم مجد الرومي كان سر ظهورها هو ستوديو الفن. نودع الأفراح، نودع الأشواق، راح الراح ما عادش فاضل كتير. إيه العمل دلوقتي ده يا صديق غير إننا عند افتراق الطريق؟ نبص قدامنا لشمس غميل. كمان ممكن ان ملكة الاحساس في العالم العربي إليسا باربو كانت خريجة استوديو الفن، والجميل ان بداية شهرتها عربية كانت دويتو مع نجم من خريجي استوديو الفن وهو راغب علامة. وجنيت لعيونك يا غرامي، وبالحب يا ري بتصيري بدياني، يا الصوت حبيت وحبيت الابتسامة، وسامع قلبي بيقول لك على طول. على فكرة كان في تجربة تانية لسيمون أسمر، إنه كرر تجربته بنفس الاسم في مصر لكنها للأسف ما حققتش نجاح. في مصر كان في ستار ميكر واللي جذب كتير من الشباب عشان يقدموا أغنياتهم، إلا إن أغلب المواهب اللي خرجت منه ما حققتش نجاح كبير. وكانت أشهر الأسماء اللي خرجت من ستار ميكر كانت إساف وشاهيناز ومطربة الشعبي حجازي متقال. شاهيناز دلوقتي ارتدت الحجاب وبطلت غنى، وحجازي متقال لسه بيدور على نجاح كبير ينقله فنيا لكنه متواجد. أما إساف كان الأنجح لفترة وقدم ألبوم جيد. لكن تجربتي في السينما كانت فاشلة لما قام ببطولة فيلم الحكاية فيها من مع الفرق. قولي علي يرضي قلبك وانا هرضى، مش هتبعد بينا غلطة، والنهاردة جيت وجايب قلبي ليكي ما بين ايديا. راح كلامي مني فين اول ما شفتك، كنت حلفة لك وناوي اشكيك لقلبك، بس حبك نقطة الضعف اللي فيه. بحبك بحبك مش هنبعد تاني ولا ثانية، بحبك الثانية جنبك عندي بالدنيا. سنة 2003 ظهر برنامج اللي أثار جدل كبير جدا في الوطن العربي، وكان بداية عدد كبير من برامج اكتشاف المواهب. البرنامج ده هو ستار أكاديمي اللي حظى بنسبة مشاهدة ضخمة في العالم العربي. لكن تعالوا بقى نشوف نجم الموسم الأول المطرب المصري الشاب محمد عطية وصل لفين. عطى ألبوم واحد كان إنتاج البرنامج وما حققش نجاح كبير. كمان قدم تجربتين في السينما ما حققوش النجاح المتوقع. الأولى كان درس خصوصي مع الفنانة هنا شيحة، والتانية علي الطرب بالتلاتة مع ريهام عبد الغفور. خوخة خوخة بنت عمي. كداب، أنت ما عندكش عمام أصلا. يا كدابة، طول المدة دي هم فاهمين إنك أنت بنت عمي. إدريس اتخطف؟ ايوه. تدفعوا لنا 1,000,000 جنيه نرجع لكم إدريس. ده كتير، ما حدش هيدفع، ما حدش هيدفع. بس انا هدفع له. البلح 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 احمر احمر واسمر.
على فكرة ده تقريباً كان مصير السعودي هشام عبد الرحمن اللي فاز بالموسم الثاني في ستار أكاديمي واللي ما حققش فيلمه الأول والأخير كيف الحال نجاح متوقع رغم الدعاية الكبيرة اللي اتعملت له. هشام ما كررش تجربة التمثيل تاني غير لما أنتج مسلسل بعنوان العميل كوبرا، لكنه اتجه أكتر لتقديم البرامج واللي نجح فيها. ألو؟ ألو؟ أخ سلطان؟ أهلاً، مين معي؟ معك ريم الهددة البلد، ممكن أتكلم معك شوي عن تجربتك الفنية؟ إيه تفضلي. أولاً أحب أعرف كيف جاتك هذه الفكرة وهل تتوقع لها النجاح؟ إيه الفرصة دائماً موجودة والفكرة دائماً موجودة، بس دائماً الوقت اللي إحنا نستناه، والحمد لله الوقت جانا. طيب هل كانت لك تجارب سابقة؟ إيه طبعاً، كيف، أنا كبار مخرجين العالم كانوا يكلموني، بس ما حبيت لأن حبيت أعمل تجربتي بنفسي. ممكن تذكر لي بعض الأسماء اللي تعاملت معها؟ الله يطول عمرك، تحت يكون بعد أسبوعين وإن شاء الله تشرفينا. بس متى ينزل المقال عشان نشوفه ونقرأه ويساعدنا كثير؟ المقال لازم يصدر اليوم عشان يلحق عدد بكرة. ممتاز جداً، حينفعنا كثير هذا. أنا كمان يشرفني نجاحك. أخت ريم كأنه صوتك مش وش تقصد يعني؟ لا ما أقصد شيء، إن شاء الله أرسل لك صورة الافتتاح عشان ترضينه بالمقالات الجاية. تسلمين، ما قصرتي. على العموم شكرا على حديثك وإن شاء الله يعجبك المقال. تسلمين، مع السلامة. مع السلامة، في أمان الله. أنجح نجمات ستار أكاديمي كانت العراقية شازا حسون. شازا دلوقتي بتعتبر واحدة من أنجح المطربات العربيات وأكتر مطربة صاعدة على الساحة بالذات في منطقة الخليج. في أسماء قيرات من تونس وعبد العزيز عبد الرحمن من السعودية ونسمة محجوب من مصر، وتقريبا كلهم ما حققوش نجاح كبير. وإن كانت نسمة دلوقتي بطلة المسرحية الدنيا حبيبتي في القاهرة، إلا إن المسرح المصري ما بقاش يجذب النجوم أساسا. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، ورغم النجاح الكبير اللي حققه برنامج ذا فويس مع بداية عرضه، إلا إن نجومه ما حققوش نفس النجاح ده، وده بيأكد إن نجاح البرنامج بيعود للنجوم اللي بتشارك فيه أكتر من اللي نجحت واللي بتتنسي بسرعة. مراد بوريكو نجم الموسم الأول من ذا فويس لسه ما حققش أي حاجة في بداية مشواره. نفس الحال للفايز العراقي ستار سعد اللي فاز بالموسم الثاني. ومن أنجح الحالات في برنامج اكتشاف المواهب هي المصرية كارمن سليمان نجمة أرب أيدل. كارمن رغم سن صغير إلا إنها قدرت في السنين اللي فاتت إنها تتواجد بقوة على الساحة الغنائية العربية، وكمان حصلت على إشادة من كبار النجوم العرب وعلى رأسهم مطرب العرب محمد عبده واللي شاركته بالظهور في كليب طيري معي. انجلتلك طيري معي لا يخدعك ترددك تجنحي بحسك وانا بطير كل من الولا، لو نفتكر برنامج سوبر ستار العرب واللي تقدم في نفس التوقيت ستار أكاديمي. نفتكر وقتها أن الأردنية دينا كارزون فازت بالموسم الأول بعد تصويت قوي جدا في الأردن ودعم من الأسرة المالكة نفسها، لكن بعد مرور السنين لسه كارزون ما حققتش نفسها بالدرجة الكبيرة، وده رغم تقديمها عدد من الألبومات والأغاني الناجحة، وده كمان رغم مشاركتها في بطولة مسلسل منتهى العشق مع المطرب مصطفى قمر. نقدر نقول بشكل عام كده ان برامج المواهب ما قدمتش كتير للساحة الغنائية العربية. يا ريت يوفوا يلاقيه
وباستثناء تجربة سيمون أسمر الناجحة وبعض الحالات في بعض البرامج بعد كده ما نقدرش نكتشف المواهب العربية حققت هدفها. لكن دمج دي مش دايما اللي بيكسب فيها هو الافضل، لان الموضوع ليه حسابات تانية زي تصويت الموبايل مثلا وغيرها. عشان كده ممكن نلقى نجوم اتألقوا رغم فشلهم في حصد اللقب، وعندنا امثله كتيره جدا في ده. في النهايه نحب نقول ان برامج اكتشاف المواهب مهمه، لكن لازم تركز اكتر على الموهبه اكتر من الامور التجاريه. المشاهد دي بتفكرك بإيه؟ صباح الخير.